إذا لمناقشة المخاوف من انتشار جديد لفيروس كورونا بعد تخفيف الصين قيودها رغم إصابة الملايين، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الطبيب الاختصاصي الدكتور وليد بريسم. دكتور وليد، نشكر انضمامك إلينا وأهلا بكم. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتشار فيروس كورونا وإصابة الملايين يعود إلى متحور جديد للفيروس. بداية، ما مخاطر هذا المتحور الجديد وما إمكانية انتشاره دكتور وليد؟ أولا تحية لكم أستاذ العزيز وأشكركم للاستضافة. طبعا المتحور هو الذي كثر الكلام، هو نفسه متحور أوميكرون. أوميكرون هذا المتحور يعني اللي حاليا منظمة الصحة العالمية خصصت فريق متخصص اسمه الفريق التقني لمتابعة ويعني متابعة ورصد الفيروس المتحور او التحور الفيروسي. طبعا الوضع حسب التقرير الاخير اللي نشرته منظمه الصحه العالميه، انه هذا الفريق اجتمع في 3 جانيوري، يعني في 3 كانون الثاني هذا الشهر مع الصين، وقال انه المتحور يعني الجديد هذا غير المتحور المعروف سابقا، وإنما المتحور الجديد هو يشكل نسبة فقط 3.1% من نسبة الإصابات الحالية الموجودة في الصين. هذا حسب تقرير الفريق التقني المتخصص اللي يسمونه تاك بي إي، يعني الفريق المتخصص لمتابعة التحور الفيروسي. طبعا يعني حسب ما منظمة الصحة العالمية اللي احنا يعني ملزمين ان نتابعها بغض النظر عن ما تنقل وسائل الاعلام، لا. احنا ناخذ الاخبار من منظمه الصحه العالميه. طيب. ومنظمه الصحه العالميه ما بدر منها شيء يقول انه الصين غير متعاونه، يعني ما اجتنا اخبار من هذا النوع ابدا صراحه. نعم. مع العلم احنا نعرف انه الصين خبأت في البدايه، يعني الصين خبأت في البدايه ولحد الان يعني لم تتعاون 100% بالفريق الأول اللي تم إرساله لكشف الحقائق. لا. لكن حاليا حسب منظمة الصحة العالمية WHO قالت انه صار اجتماع بين هذا الفريق العالمي المتخصص اللي هو الفريق اللي خصصته مثل ما قلت انا منظمة الصحة العالمية يعني احنا نقسمين الى نوعين من الفيروسات، يعني اختصاص هذا الفريق. النوع الأول هو المتحورات الجديرة بالاهتمام. نعم. والنوع الثاني هو المتحور الجدير بالقلق. طيب دكتور، اللي هو هذا حاليا جدير بالقلق. دكتور، حتى نستفيد ونستثمر وجودكم هنا مشكورا طبعا، وحتى يستفيد الناس، الفيروس المتحور أخطر من فيروس كورونا الذي ضرب العالم عام 2019؟ أخطر؟ هو ما ممكن الجزم بهذه الطريقة، لأنه احنا شلون نعتمد على تشخيص انه الفيروس يكون اخطر؟ على 3 عوامل. نعم. اولا التغير في سرعه الانتشار وعمليه الهروب من المناعه يسموها. يعني يظل يعني يقاوم المناعه المكتسبه والمناعه المستحدثه عن طريق اللقاح، هذه يعني زياده في انتشار الفيروس، زياده في شده الاعراض اللي سببها الفيروس، والعامل الثالث وهو عدم نجاعة الإجراءات الوقائية. لحد الآن الوضع في الصين مثل ما قلت أنه تحت السيطرة، فما نقدر نقول أنه هذا الفيروس أخطر من سابقه، يعني هذا الوضع تحت المراقبة حاليا، يعني ما نقدر نجزم، احنا حاليا في وضع المراقبة. طيب دكتور، مثل ما قلت لك أنه هذا دكتور، هل يمكن لهذا المتحور أن يصيب الإنسان الذي أخذ لقاحين أو أكثر التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا 2019؟ هل يمكن أن يصيب الإنسان الذي تلقى لقاحات؟ طبعا طبعا. والكثير من تلقى لقاحات، يعني أنا عندي في العيادة يومية تقريبا أشوف حالة أو حالتين من اللي أخذ لقاح وأصيب بالفيروس مرة أخرى. يعني المشكلة أنه اللقاح لم يثبت أنه نجاعته 100%، والكثير من اللقاحات، يعني حتى مثلا لقاح الانفلونزا الموسمية احنا نحاول نحدثه كل سنة، مع ذلك يغطي فقط 70 او اكثر بشوي من بالمئة من عدم الإصابة، فتبقى نسبة 30% بالإصابة على فيروس الانفلونزا. اما هذا الفيروس نعم ممكن الاحتمال بالإصابة.
طيب يعني ممكن جدا. دكتور، كيف نصف المتحور أو أي فيروس، من خلال سرعة الانتشار أو تأثيره دكتور؟ أيهما يمكن الاعتماد عليهما؟ وانا قلت لك ان ثلاث عوامل. نعم يعني احنا شلون نعتبر التحور خطر؟ مثلا اذا كان هذه احنا نسميه الار نمبر، يعني سرعه، يعني كل انسان ايش قد يعدي اشخاص، طيب اللي هو احنا نسميه ار نمبر، يعني نسبه العدوى. اذا زاد الار نمبر، يعني اذا عن اللي عرفناه بالبدايه مثلا كان واحد الى اربعه او واحد الى اثنين، فاذا زاد عن هذا الحد نعتبره فيروس خطر. العامل الثاني إذا زادت حدة الأعراض، يعني الأعراض إنه تكون مثلا تكثر عمليات الرقود في المستشفى، تكثر الوفيات، تكثر عمليات يعني العجز التنفسي، هذه أيضا العامل الثاني هو هذا اللي يخلينا نعتبر الفيروس أخطر من سابقه. والعامل الثالث إنه مهما تتخذ من إجراءات ما تقدر توقف الفيروس. دكتور، هذا أيضا العامل إذا حدث هذا الشيء. دكتور قبل أيام يعني توفي شخص نعرفه، وقالت الـ نعم يعني قال الأطباء هناك في العراق بأنه هذا المتحور قد أصاب الرئة وسبب عجزا في القلب. ما رأيك في ذلك؟ أو ما رأيك في ذلك؟ يعني هو يعني لازم نعرف احنا حالة المريض، ما هي الأمراض نعم الموجودة عند المريض أساسا. يعني مو احنا هنا نصنف الناس على عدة، يعني عدة طبقات مثل ما يقولون، أو عدة يعني مجاميع. نعم يعني المجموعة الأولى هم أصحاب الأمراض المزمنة، مم. فإذا كان عنده عجز في القلب وأصاب الفيروس بالرئة فهذا راح يسبب عنده احتمال عجز أكبر في القلب وعجز رئوي في نفس الوقت. فما يعني مو نعم مستبعد شيء، طيب مو مستبعد. طيب دكتور، على الإجراءات الكفيلة بتحجيم المتحور، كثير من الدول بدأت في اتخاذ إجراءات تحفظية حيث منعت دخول الصينيين إليها، هل هذا الإجراء كفيل بتحجيم المتحور دكتور؟ هو طبعا احنا شفنا عاصرنا الفيروس، يعني ما صار لاكثر من 3 سنوات، وبصراحه الاجراءات عاده ما تكون ناجعه. يعني لو كان لم تتخذ اجراءات في وقته صراحه، يعني يمكن احنا كثرت، شوف استاذي العزيز، انه لم يمر على البشريه وباء تم تسييسه مثل وباء الكورونا. يعني بصراحه هذا الوباء اصبح وباء مسيس بكل معنى الكلمه، وأنا أتكلم إليك يعني من مستوى محلي إلى مستوى عالمي. يعني أنا أثناء ما ضرب الوباء أحكي لك عن تجربتي الشخصية، نعم كنت أنا مدير منطقة صحية في النرويج، وكنت المسؤول مدير الصحة الوقائية. طيب لو تعرف كم عانينا من الصدام مع القرارات السياسية اللي تجي، لكن في كل الأحوال علميا حالات الإجراءات والتحفظات طبعا في كل مرض معدي هي تحد من انتشار المرض. فبصراحة هو يعتمد، قلت لك انا احنا يعني المشكلة الأجوبة ما ممكن نقول يعني يا ابيض يا اسود في هذه الطريقة، لان قلت لك هي عدة عوامل، عدة عوامل. هل هذا الفيروس المتحور هو من النوع الشديد، لانه كل فيروس هو يتحور من النوع الشديد بحيث برغم الاجراءات، يعني قلت لك انا العامل الثالث هو عدم نجاعة الاجراءات. احيانا يكون الفيروس بصورة عدوانية بحيث حتى الإجراءات ما تحمي من عنده، دكتور، لكن لحد الآن مسيطر. دكتور تعتقد أن المتحور الجديد أن الدول ستعاود الإغلاقات، هل يصل إلى هذه المرحلة أو تصل إلى هذه المرحلة؟ لا يوجد أي دليل على أنه إحنا قريبين من هذه المرحلة، على الأقل في أوروبا. يعني إحنا في أوروبا لا يوجد، ولا حتى عند منظمة الصحة العالمية، أي تعليمات جديدة بهذا الشأن. يعني لا يوجد. قلت لك احنا القناة اللي ناخذ منها التعليمات ونبني على أساس خططنا هي منظمة الصحة العالمية. طيب لحد الآن لا يوجد أي تعليمات بهذا الشأن. يعني ننصح، لا يزال دكتور ننصح هو النصيحة في بعض، دكتور النصيحة بماذا نعم. تنصح الناس للاتقاء من المتحور الجديد؟ يعني أنا أنصح أصحاب الأمراض المزمنة نعم إذا يلقون نفسهم في أماكن مزدحمة ماكو مشكلة ان يلبس الكمامة. يعني اسهل شيء هو الكمامة. بالنسبة خصوصا احنا الناس الاصحاء، يعني الان صارت لقاحات وصارت اصابات وبدأت تتطور مناعة وتطورت، لكن يبقى اصحاب الامراض المزمنة هم
المهددين بالخطر صراحة إذا أصابهم المتحور، أو يعني لأنه يعني المتحور عندنا عدة سلالات فرعية حاليا. فأنا أنصحهم إذا ينافسون في أماكن مزدحمة جدا، يعني من الأفضل أن يلبس دكتور، كمامة، من يروح المستشفى من الأفضل يلبس أعراض كمامة. نعم المتحور الجديد تشبه أعراض كورونا؟ نفس الشيء؟ نفس الشيء، نفس الشيء، نعم. بس لربما تكون أعراض أقوى، لأنه إحنا حدثنا نوعا ما أنه حاليا يعني أنه ممكن السعال والحرارة ممكن تزيد أكثر من أسبوعين، يعني أوكي حدثنا يعني الأعراض ممكن تكون حتى أشد نوعا ما. دكتور، حتى هذه اللحظة هناك من أصيب يعني تقريبا قبل 6 أشهر أو 8 أشهر من فيروس كورونا قبل مجيء المتحور الجديد، حتى الآن هم يفقدون حاسة الشم. يعني هو قلت لك هذا الفيروس للأسف الشديد جديد علينا، نعم يعني ما لحقنا يعني نسوي بحوث، نعم بحيث بحوث احنا نسميها يعني بحوث الكوهورت اللي تستمر لمدة على الأقل 5 سنوات، بحث على مجموعة معينة من الناس على يعني واقعين تحت نفس الظروف المعيشية حتى نقدر يعني نعطي آراء رصينة، لأنه هذا الفيروس جديد علينا أستاذ نعم العزيز، يعني نحتاج كثير من البحوث حتى نجاوب على كثير من الأسئلة، فلا نستغرب أنه هذه يعني الأعراض تستدام لأكثر من لربما لأشهر لربما لسنة أو أكثر، يعني هي تعتمد قلت لك تعتمد على الحالة الصحية أيضا للمريض، على حالته الصحية، على طريقة الحياة، هل هو مدخن غير مدخن كذا، يعني كل هذه الأمور تلعب دور بصراحة. أنا أشكرك دكتور على هذه المعلومات والإفادة. كان معنا عبر سكايب من أوسلو الطبيب الاختصاصي الدكتور وليد بريسم، شكرا جزيلا لكم دكتور مرة أخرى.